المصطلحات العلمية اللي بتمر علينا في كل صف من الصفوف الدراسية في المناهج التعليمية واللي بتتكرر باستمرارية مع الإسكولة جايبينها لك في الفترة الصيفية في صور ترفيهية مصحوبة بتطبيقات عملية وفيديوهات تعليمية وحلقات منفصلة سميناها فيتامينات علمية، وبكده تبقى كل الأفكار والمعلومات موجودة في الوجدان بعيدا عن الحفظ والنسيان، وتقدر ترجع للحلقة في أي وقت وفي أي زمان ويبقى عندك الإحساس بالأمان. وبمتابعتك لينا لك منا جزيل العرفان، وأمنيتنا أن ننال من الله سبحانه وتعالى خير الجزاء والإحسان.